درجة الحرارة تسلم عليك تقول لك انت الرجال اطلع درجة حرارة ما ادري 66 انت راجل اطلع حر نار عرفت النار نار شباب هنا في الرياض احسن شيء يقولون مرة مرة خفيفة بالنسبة لباقي الناس يازين الحرارة اقول اطلعي بس اقص ايدي هذه اذا ما كانت تطلع تروح على المدرسة وترجع طبعا هي متوسط تروح متوسط وترجع بباص ها ولابسة مليونين شيء فوق راس عشان الحرارة وما تطلع من البيت كل يوم جالسة ومكيفة قال اكيد تزين الحرارة اكيد انت وتكعين في الشمس اربع دقائق اللي دوب مخك اقرأي حبد الله مالت الدين ايانا بدو صلات عنين حطت حليهم طالين ما شاء الله